يعني نتحدث عن هذه المباراة، هي مباراة تحدي، مباراة الويلزيون يتحدون فيها أنفسهم، وأيضا الإنجليز يريدون أن يثبتوا فعلا أنهم قادرين على 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 المنافسة. شوف المباراة الجيران دائما تدخل فيها فيها يعني نقطة اللي هو حساسية المنافسة المباشرة، فبعض الأحيان يعني ما نقول تختفي لا، الأمور الفنية واضحة للمنتخب الإنجليز، وخاصة يعني بصراحة المنتخب الإنجليزي ضمن في المركز بسبب فارق الأهداف الكبير، يعني أي نتيجة صحيح. هناك حتؤهله، يعني هو عنده 4 نقاط هناك، يعني في لكن في شخصية يجب أن يثبتها، في مو شخصية، وأنك تذهب أول كأول هذا أيضا يعمل لك صحيح. حافز كبير. أضف إلى ذلك أنه أنت لما تبرهن أنك في مجموعتك أمام منافس، يعني هو الأمريكي هو المنافس الحقيقي وتعثرت معه، يعني الاختبار الحقيقي له كان المنتخب الأمريكي. منتخب ويلز مع احترامي كان الحلقة الأضعف أمام إيران، كان الحلقة الأضعف أمام أمريكا، فالفوارق الفنية كلها للإنجليز، لكن اللي يصب في مصلحة الويلز هي نقطة واحدة، إنها مباراة جيران.